اوه شكي بس اي نقص اوه فرحان اي نقص اها اوه عجبت مش البوسة ازق بالأخدم 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 ياس خدمت ياس خارج دخلت اللعبة. السلام عليكم It's me من المعنى اليوم في جزء الأول لعبة طرزان على البلايستيشن 1 لعبة طرزان ديزني لعبة طفولتي لعبة طفولة كثير منكم اوكي اللوجو بتاع ديزني انتراكتيف اذي فيلم طرزان خرج في 1999 نشر لعبة وقتش عملها للي بعد عام مفروض في نفس السنة لأنه عادة الألعاب تكون ببليسيتي للفيلم. شنو هذي الشركة بعد عليها شوك الأنترو طرزان. الفيلم هذا زادة تفرجت عليه من وأنا صغير نعشرك متفرجت عليه زادة أفلام ديزني يعني مغروم ديزني لعبت في قناتي لعبة على الدين وتوي كثير لعبة ديزني لعبها هي طرزان. استنى طوي جيل واحدة اوه طرزان اوه طرزان كيفاش ما عرفوا حكاية طرزان رجل اللي جسمه اللي كبر في الغابة مع القرودة ولا رجل الغاب والغناء اوه نسيت 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 ميش نوري في قناتي الفيديوهات الكاتسينز لانه ديزني نحيلي ممكن نحيي الفيديو ممنوع نظهر الفيلم لانه كاتسينز من الفيلم هوني الريميكس بتاع الاغنيه اول اغنيه في الفيلم هوني الاوبشنز اوكي هذا البروفيسور ديفيكولتي شحال اليوم ميديوم وكما قلت هذا الفيديو الاول باش يكون فيديو الجزء الثاني باش يكون ان شاء الله بث بعد ذلك نقول لكم وقتاش نعملوا البث وهوني باش نعملوا اول ليفل نكتشفوا اللعبه نحب نوريكم الكاتسينز نحب نوريكم الكاتسينز لكن ما نجمش لانه ديزني باش تضرب لي الفيديو ويلكم تو ذا جنجل طرزان وصغيرون وهو اللعبه لعبه بلاتفورم الجرافيكس جرافيكس جرافيكس بطقاء اي عندنا نجم نطيشو الان عندنا نطيشو فروتس هذا فما حيوانات اعداء هنا حيوانات عشان نخطو في الحيوانات احنا وهذا التوك الغوريلا توك تورك مش توك كيف يجيب شيء وهذا هو الستيج الاول كالعادة تيتوريال بانانز ما نكون الهيلث بتاعنا هو البانانز هذا القرودة بعديك زمين عملها هذا طرزان معروفة بتاع ديزني لو كان طرزان اصله نوفل اصلها كتاب وديزني اللي اخترت تعمل منه فيلم في 1999 انا عمري 98 يعني انا اكبر من الفيلم ببعام بسنة ناخذ هنا الكولكتبلز هوني اش نقولوا له هذا من كوينز نحب نحاول نكملها 100% اللعبة نحاول والجيران بتاعي شكون شكون شبيه البيم هذا قاعد اول ضربة كلينا من البيم هذا اقتلوه تا 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 ورا الاغاني بتاع ديزني لازمكم تفرجوا على فيلم ديزني يا جماعه ماشي بتاع صغار في برشا حوايج معمولين للكبار في برشا دروس للكبار مثل كيما توي ستوري بلخص بيكسار حب بيكسار اكثر من ديزني انا لكن ديزني الاصليه ديزني الكلاسيكس طايرين علاء الدين طرزان برشا لاين كينج هم باش عملوا لهم شو اسمه علاء الدين وطرزان باش عملوا لهم فيلم لايف اكشن انا ان شاء الله باش نتفرج عليهم باه هذا الجيم بلاي برشا منكم باش يقولوا يا حسره على الاول سهل هذايا بعديك شبد الصعيب بعديك في اللايف ستريم يا جماعه باش نقول لكم فين وحلت اختنا صغير وحلت برشا مرات في هذه اللعبه قد نعرف شو باش نعمل فهم برشا فهم حوايج ما خذيتهمش كولكتبلز ما لقيتهمش توك لقيتهم وكوني انا الحروف طرزان لازم نلمدوا على 6 احرف وني بالحق الليفلز هنا 11 ولا 12 ليفلز لكن بالحق ليفل طويل نكست انتحرت اوكي الفراشه هوني تشيك بوينت بالفراشه على الاقل هوني الكوليكتبلز تلمدهم يقعدوا حتى يرجعونا البانانز
ما نعرفش لو نعاود نلمد الكولكتبل سكيما برجع لعب اخرى كيف تموت لازمك تعاود تلمد اخفس واه انا عايش اسمه قدره اخرى وينها نسيت انا نجمو كسروا بيها الحوايج اللي تحتنا هذه مش لقت بيها انه نجمو كسروا بيها الحوايج اللي تحتنا كان بعد ما كملت اللعبه لا استحقيت استحقيتها باش نكمل اللعبه بارلي قلت واحد شو لازم نعمل شو لازم نعمل اخي لازم نكسر هذه ما في بليش بيها عاودت كملت اللعبه بهذه الحركه سبحان الله ما فماش تيتوريال كبير ولكن كان فما تيتوريال لكن انا كنت ما نفهمش ما كنتش نفهم اللغه كنت عمري 4 5 سنوات عم نسألكم سؤال يا جماعه قولوا لي في كومنت ما هي الالعاب اللي لعبتوها وانتم صغار كنتوا تلعبوها من غير ما تفهموا اللانجويج تلعبوها هكاك حاب نعرف شنو هي الالعاب اللي لعبتوهم في طفولتكم ممكن نلعبها هنا في القناه يس خذيتهم الكل قداش مرة فولت كعب اسمها قفزة جيدة باه هاديك فما شيء توك ترك نمدو انا عن السيف تو عندك السيف عندنا ضربة هكا وضرب هكا على بعضه ماني نجم ديما نطيش هذيا نفس الشيء علاش شنو علاش زايدين موفمنت جديد حسوا زايد دونك هكا طائر يضربنا ما نجموش نضربوه فما هذا حيوان سنة فوق لازم نعملو الضرب السفلى دونك انا في الغابة وليفل ديزاين جيد في اللعبة بالحق الديزاين كيفاش البلاتفورمز هما متابعة للغابة مش بلاتفورمز تطير في الهواء احنا قاعدين نمشيو في غابة احنا علاش نمشيو في الهواء في الهواء ساوى اه ظهرلي فما حاجة الاسفل استنى استنى لازم نمشي للاسفل اه فقط فروت اه هوني الفروت فروت نجمو ايز بعد هيد شوت اوه حق السنايب بالتالي باه فينا من الفروت صافي نجمو نبدلوهم اه هي هذي الفروت تراه طايشة تتقسم على برشا وحيد باه كي كلوستر بومب هذي تقتل العباد الكل والاخرى ضربة قوية لازم ما خذيناهاش معناها في في الستيج هذا هذا البابون كعب اثنين نضربوه بموسى شكون شخص قرد قرد شحالك انا طرزان قرد جاوبني يا قرد مش بوسك يا قرد مش بوسك قرد اه شو كيفاش اي نقص اوه فرحان اي نقص اها اوه ما جبتوش البوسة ازق ابي ارجم ارجمو دوك هيك هيك البون ستيج هوني فما بون ستيج كيما كيما لعبة طرز علاء الدين لعبتها في قناتي العاب ديزني تحب بون ستيجز مش في كان في اللعبة حتى في السما دالماشينز لعبتهم بهذي ما كنتش نعرفها في انا صغير ما كنتش نعرف لازم نضربه باش يتحرك قعدت نستنى فيه باش يتقدم يتحرك ولا هذي يتحرك الحمد لله تحرك يس اقعدتهم اقعدتهم ناخذ فوقه يس اوكي تقريبا كملنا الليفل استنى لحظه برك لما اخر قطع كل ديس الضربات نعرف ما حبيتش ندوجي كثيرا كم من الحروف طرزان تي اي ار زي اي ان طرزان او بالعربية ط ضربه برك والموت اول مره نموت في اللعبه انا رجعت لك يبي ما جحش موت ناخذ هذيا نمشيو للمظلة متاع جاسمين لا مش جاسمين جاسمين اسمها جين 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 حبيبة طرزان في المستقبل عاش سبحان الله المظلة متاعها موجودة هنيك هو الجول كيما في ماريو تمشي للعالم وهنيا تمشي حسرة على الصوت هذا بنجم نعملو سيف ما يمشي نعمل سيف اه الحروف كيف تلمدهم يعطيوك موفي كليب احنا ما نجمش نرجع عليها لخاطر ما نجمش نرجع موفيز في اليوتيوب مش هنبطل بونس ليفل جانجل كروز تقول البونس كيما كراش بانديكوت شبه كراش بانديكوت دونك احنا نلعبوا في البلاتفورم هذيك هونيا تولي 3 دي اه لازم ناخذ هذه للوقت
لكن الفلوت تعطي نقصنا الوقت، خاطر الوقت كان يوفى بزاف. شو اسمها ديزني تحب الوحيدة متاعها البونس ستيجز بالوقت. مش اتقدم اتقدم بسرعة بسرعة يا طرزان بسرعة. واه هل تو سهل؟ أول واحد أول واحد سهل. شيت شيت تكلمت فيسع تكلمت فيسع تكلمت فيسع تكلمت فيسع. لا 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 يس كمل هكا هكا. خديتهاش لا. هو بونس ستيج هو مش لازمتيش لما دام الكل باش كملها 100% اللعبة. المهم كملها. هو تويك نعمل سيف. شو كونتينيو حنا نعمل سيف حنا نعمل سيف لازم سيف الاخرى للاسف صح نجم نعمل سيف الواحد. يلا كملنا اول العالم في 100 مازال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 ستيج مازالوا لي. اي في اللايف ستريم الجاي ان شاء الله. اجمع ان شاء الله عجبكم الفيديو لايك كومنت وسبسكرايب. اتس مي مانو ماريو في امان الله.